عايز اقول لحضراتكم برضو ان ليلة القدر يا جماعة اللي ربنا بيحبه وبينول ليلة القدر بيكون كأنه عبد ربنا 84 سنة. يعني هي زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم خير من 1000 شهر. ال1000 شهر لو جينا نحسبهم هنلاقيهم حوالي 84 سنة. فيا رب يرزقنا يا رب وإياكم ويكترم الدعاء ودعاء ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم حليم جواد تحب العفو يا رب فاعف عنا، واللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا على قدر قدرك، واللهم ارزقنا الحسنى وزيادة.